كده. بنرحب النهارده بضيفتنا الجميله الشيف شيماء، اهلا بيكي، اهلا بيكي يا نورتينا. حبيبتي، تسلمي، ربنا يخليكي. طبعا النهارده بقى عايزين بقى نسالك في حاجات كتيره. بقى احنا اتكلمنا عن حته الابداع وكمان الطبخ، يعني انت جمعتي بين اتنين، يوتيوبر وطباخه شاطره. ربنا يخليك، تسلم، ربنا يخليك. في البدايه كده عرفينا الفكره جاتلك منين؟ هي الفكرة جات لي من حوالي 7 شهور كده، يعني كنت قاعدة كده وأنا أصلا بحب الطبخ، بحب الطبخ يعني من وأنا صغيرة، من قبل ما أتجوز بحب أدخل يعني المطبخ وبحب أفتكس يعني حاجات وأعمل حاجات جديدة وأجرب. بس ف يعني بس انت حباها يعني أنا عشان حاجة كده بتبدعي فيها. أنا حاجة حباها يعني، ما كنتش بعرف قوي في الأول، بس بعد كده كل ما ده وبتعلم أكتر. بس خلينا عند نقطة الحب هنا، هنمسك فيها شوية. أنا أحيانا مثلا ممكن أكلم زميلتي بتاعة تقول لي ما بعرفش أطبخ، ما بعرفش، مش عارف أعمل إيه. إزاي حبيتي إنك تخشي المطبخ، وإزاي يعني تقدري توصلي رسالة للبنات إزاي يقدروا يحبوا حاجة زي دي؟ لا، هو الموضوع كله حب، ان انت تبقى حابب الحاجة، لو انت حبيتها تدخل تبدع فيها يعني. بس خد بالك يا كريم، في حتة فايتاك شوية، ان اشهر الشيفات في العالم كله رجالة مش ستات. هنا بقى انت اتغلبتي في الحتة دي. لا لا، انت بتسأل بتقول البنات بس. هو فعلا، ايوه حقيقي، اشهر الشيفات في العالم كله حقيقي، هم الرجالة هو عامة. حقيقي. بس والله لا، عارفة ليه؟ هقول لك في ليه. لأن شيفات، الست دايما بيبقى مكتوب عليها ان هي تطبخ، فاهماني؟ ايوه صح، لكن الراجل يوم ما يشتغل شيف بيطبخ بمزاجه، ايوه بيبقى مبدع، فبيبقى ليه نفس حلو في الاكل. تمام، فعلا، ايوه فعلا حقيقي. اخيرا لقيت حد يدافع عني يعني. لا، ما انا بدافع، بس برضو الستات، لا في ستات كويسين جدا والله، انا لا ده طبعا، عن ده نفسي اكيد. من ضمنهم. احنا بنقول معلومه يعني، لكن بس احنا ما بنقولش ان الستات ما بتعرفش، مش معقوله. انا فتحت بقى القناه من 7 شهور، يعني استاذنت طبعا جوزي قبل اي حاجه وكده، وقلت له في مشكله او كده ان انا اظهر واعمل يعني افيد الناس وكده، قال لي لا ما فيش مشاكل. وبس ورغم ان انا يعني، عشان طبعا في ناس كتير بتقول لا مش هقدر والموضوع هيبقى صعب مع بيت وزوج واولاد، لا يعني انا معايا طفلين ودراسه، وفي دراسه وفي يعني حاجات كتير. يعني بس انت شايفه ان الامومه مش عائق ابدا خالص، في سبيل ان حد ممكن يحقق حلمه ايا كان حقيقي، لا خلي حقيقي. بالك، انا كنت فعلا عايز اتكلم في النقطه دي، ان موضوعك مش مجرد موضوع مطبخ او اكله كويسه بتعمليها، ده مشروع تمام، طيب صح، وطموح. حقيقي طبعا. كون ان انت ترسمي استوديو جوه المطبخ وتهيئي البيئه المناسبه للتصوير نفسها، يعني كلميني اكتر، قدرتي تعملي ده ازاي؟ لا كان صعب في الاول يعني، اول شهرين كده كنت الموضوع صعب، عندي طفل صغير وبنتي 7 سنين وابني 3 سنين، كانوا طبعا على طول مستغربين ان انا بقف اطول، طبعا مش زي ما بعمل اكل البيت عادي، لا بيبقى وقت اطول وبتكلم وفي المفروض ما يبقاش فيه صوت جنبي وكده، كان الموضوع صعب في الاول. وبعد كده لا، حسيت ان الموضوع لا بالنسبه لي دلوقتي خلاص بدخل اخدتي عليه. خلاص، بالنسبه لي خلاص بدخل، ببقى يعني ما عنديش اي مشاكل. لكن انت بقى ما عرفتناش برضو ان انت ايه دراستك، يعني كنت عايزاك تعرفيني انا بنفسك سياحه الاول وفنادق، سياحه وفنادق برضو يعني في نفس المجال. نفس المجال، قسم مطبخ برضو، كنت نفس الكلام يعني. بس طب وهل ده بقى كان حب فيكي، يعني كنت حابه الحاجه دي من صغرك ولا لما بداتي تدرسيها؟ لا، لما درستها لما درستيها يعني. حبيتها، ولما اتجوزت طبعا حبيتها اكتر بقى، ان انا طبعا بقيت ادخل يعني غير ما كنت في بيت والدتي، لا بقيت ادخل اكتر المطبخ، فطبعا لا حبيت الموضوع جدا، ولدرجه ان كان جوزي دايما يقول لي لا ما تعمليش حلويات، حلوياتك مش حلوه، لا خليكي في الاكل العادي. لا لما قال لك كده بصراحه حسيتي بايه؟ لا كنت بزعق، بس كنت ببقى عايزه ابقى احسن كل مره. لما كنت بتزعلي بقى النقد البناء. ايوه، كان دايما ينتقدني في الحلويات، لا انت اكلك كويس بس ما تعمليش حلويات، يعني خليكي في الاكل العادي. لا، الحلويات طبعا اصلا معروفه ان من الحاجات الصعبه يعني، الحلويات والمعجنات وكده، فلا كان دايما بتبقى قسم لوحدها، يعني متخصص الشيف فلان في الحلويات، الاكل الغربي عامه اصلا بالظبط. بيبقى يعني في، لكن انا كنت عايز اسالك على حاجه، يعني انت هل انت بتبدعي او بتضيفي حاجه جديده او اكلات جديده انت مثلا خاصه بيكي بتاع، ولا احنا اللي هو في العموم العادي اللي بتورينا الحاجه بنعملها ازاي؟ لا في العموم، بس بحب انا يعني ليا كده حاجه بحب ان انا اضيف التاتش بتاعي. التاتش بتاعي هو انا التاتش بتاعي دايما اللي بحب اضيفه بجد والله، احط كمون.
ما اعرفش ليه. هو انا بعشق الكمون صراحه، هو الكمون حلو بس يعني. طب مثلا كلمينا يعني عن اكلات انت بتعمليها في العادي وفي الطبيعي بس ليكي يعني زي تاتش كده فيها، تقولي لنا مثلا ايه اللي ممكن نزوده؟ يعني مثلا الاكل في العادي مثلا ممكن اعمل سينابون، انا بحب اعمل المعجنات جدا السينابون. اكتر اللي بيعملوا يعني اكتر الشيفات اللي بيعملوا السينابون بيعملوه بالبيض، انا كسرت القاعده دي خالص، كسرت القاعده دي خالص وعملته من غير بيض وبمكونات بسيطه جدا وطلع حلو وطلع تمام جدا، ويمكن احلى كمان ما بتعمليه مثلا ببيض او كده. فبحب ان انا اشيل حاجه احط حاجه انا من دماغي كده، فاهماني؟ ما بتلتزميش يعني ايوه بالحاجه الطبيعيه، بحب ان انا بتحبي تحطي اللمسه بتاعتك اللي بتفرق تمام. يعني بتديكي انت تحسي ان الحاجه دي انت اللي عاملاها. تمام فعلا. طيب حقيقي. في حاجه مهمه بقى، انت قلتي ان زوج حضرتك يعني كان عنده بعض النقاط كده فانتقدك زي ما تقولي نقد بناء. طب خلينا نعكس الآية، يعني مش هينفع تروحي النهارده وانت قايله الجملة دي، فلازم تقولي لنا عايز تعمل مشاكل انت يا كريم. هل هو مثلا شجعك بالفعل، وقف جنبك جداً. كان ايه دوره معاكي؟ لا جدا صراحة، لا شجعني جدا لاخر يعني حاجة. كنت ساعات مثلا تعليقات ما بتعجبنيش، حاجات ما بتضايقني مثلا، كان يقول لي لا ما تبصيش وراكي خالص على السوشيال ميديا. قال لي ما تبصيش وراكي خالص، خليكي زي ما انتي، انتي كده عاجبه الناس وهتعجبي الناس وخليكي عندك ثقه في نفسك. كان دايما صراحه بيقويني، يعني عمره في حياتي ما انتقدني رغم ان كان بينتقدني. احنا بنحييه من هنا طالما الراجل بيقف جنب ست. احنا بنحييه فعلا، بيقف جنبي فعلا في كل حاجه والله، دي حقيقه يعني. لا هو شجعني جدا على